ومما أيضا مر بي في أجهزة التواصل محاضرة نادرة خاصة، كلمة نادرة خاصة لسماحة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في هذا الشأن، ألقاها في أظن في المعهد المكي، لزيارة المعهد المكي، وأنه ركز على هذا الجانب. كلمة عظيمة بليغة مسددة مؤيدة بالنصوص مليئة بالنصح، لا تفوتكم أبدا، وإن شاء الله تبلغ لكم من طريق الشيخ عبد الرحمن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الأخوة الكرام والأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني لأشكر الأخ الكريم الشيخ صالح على دعوته لي عن النفوذ بين أيديكم والاجتماع بإخواني الأساتذة وبالأبناء الطلبة، وفي الحقيقة إنه لا يسرني كثيرا، وكنت أنوي هذا لمدة طويلة، وكلما زرت هذه البلاد المقدسة وقع في العزم على زيارة المعهد إذا كانت الزيارة في وقت الدراسة، ولكن المشاغل كثيرة تعوق الإنسان كثيرا عما يريد من الخير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يكفينا جميعا شر القواطع عما يرضيه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن لقاء الإخوان فيه خير كثير، كما قال أبو الساف، لقاء الإخوان جلاء الأحزان، ففي لقاء الإخوان والأحبة فوائد جمة وخير كثير ومصالح متنوعة. تعلمون جميعا ما في العلم، ما في طلب العلم من الخير العظيم وما يترتب عليه من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة، فطلب العلم الشرعي من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات وأرفعها شأنا. فبالعلم النافع عرف الله عز وجل وبه عبد سبحانه وتعالى، بالعلم النافع عرف الحلال والحرام، عرفت فرائض الله عز وجل، عرف شرعه ودينه، عرف ما أحب وما كره. بالعلم النافع ارتفع من هداه الله ووفقه، وبالجهل والانحراف ذل من ذل وانخفض من انخفض. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر سبحانه أن الملائكة وأولو العلم شاهدان مع شهادة سبحانه بأنه له الحق، وهذه الشهادة هي أعظم شهادة، هذه الشهادة العظيمة هي أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به من أعظم شاهد، فهي شهادة بتوحيد الله عز وجل وقيامه بالعبد سبحانه وتعالى، وهي صادرة من أعظم شاهد وهو الله عز وجل، ثم بعده الملائكة وأولو العلم، فهي شهادة عظيمة من أعظم شاهد، وعلى أعظم مشهود به هو توحيد الله عز وجل، وأنه سبحانه مستحق لأن يعبد ويعظم، وأنه قائم بالعدل جل وعلا بين عباده. فذكر في هذا المقام أولي العلم، فلولا أنهم في مكانة العليا ومنزلة الرفيعة لما جعلهم شاهدين مع الملائكة لوحدانيته سبحانه وتعالى. والأدلة من القرآن الكريم على فضل العلم وأهله كثيرة جدا، يعرفها من تأمل، من تأمل كتاب الله يعرف ذلك. وفي السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة ما
يدل على فضل العلم أيضا، وأنه أعظم مطلوب، أعظم ما طلبه الطالبون هو العلم النافع. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فطلب العلم النافع الذي رأسه وأساسه توحيد الله وخشيته عز وجل وتعظيم حرماته سبحانه وتعالى، هذا سبيل وطريق إلى جنة لمن أصلح الله نيته وتابع بالعمل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فيكفي هذا شرفا وفضلا وحفزا لطلاب العلم، كون عملهم سبيلا إلى الجنة هذا أمر عظيم، وما ذاك إلا لأنه يدل على الله ويرشد إلى الله ويبين لك توحيد الله وحقه سبحانه ويوجهك إلى الطريق السوي الذي من سار عليه نجا ومن هاد عنه هلك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم الذي رواه الشيخان في الصحيحين يدلنا على أن من علامات السعادة ومن دلائل الخير ومن براهين العاقبة الحميدة أن تكون فقيها في الدين، متبصرا في الدين، عارفا بشرع ربك عز وجل. هذه من الدلائل العظيمة وبراهين واضحة على أن الله سبحانه أراد بك خيرا حيث وفقك للفقه في الدين. هذا دليل عظيم وبرهان ساطع على فضل التفقه في الدين، وأن المتفقه في دين الله على طريق نجاة، وأن الله سبحانه من ترزقه الفقه في الدين والبصيرة في الدين فذلك من علامات أن الله سبحانه أراد به خيرا. أما من أصيب بالجهالة والإعراض والغفلة عن الله والدار الآخرة فعن طلب العلم فذلك من علامات أن الله أراد به شرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإقبال على العلم والتفقه في الدين والجد في ذلك من أسباب النجاة ومن طرق السعادة ومن سبل الجنة ومن الدلائل على أن الله سبحانه وتعالى أراد بالعبد خيرا. والإعراض والغفلة وعدم رأس الرأس في طلب العلم من علامات ودلائل أن الله أراد بالعبد شرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأبناء الكرام، إنكم على خير عظيم وعلى طريق نجاة إذا أصلح الله لكم النيات وأتبعتم العلم بالعمل، فأنتم على خير عظيم. حقيق بكم أن تفرحوا بهذا الخير، حقيق بكم أن تفرحوا بهذا الخير وأن تشكروا الله عليه عز وجل. فهو العبد يوفق لسلوك طريق نجاة وسبيل سعادة، هذا من فضل الله ومن رحمته التي ينبغي أن يفرح بها، كما قال ربنا عز وجل في كتابه المبين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيا أخي، حين وفقت لطلب العلم النافع والسير في هذا المنهاج العظيم والسبيل الطيب القيم فأنت على خير وأنت في طريق نجاة، فافرح بهذا الخير. فرح المغتبط، فرح الشاكر، فرح الدائب المواصل للطلب المسرور الحريص الذي يريد الخير والسعادة. ثم انظر إلى من حولك يمينا وشمالا وأمام وخلف، تجد أكثر الناس قد أعرضوا عن هذا العلم وقد شغلوا بما هو أدنى، قد شغلوا بطلب الدنيا والإقبال عليها حتى أخذت قلوبهم وشغلتهم عن كل شيء. وأقبح من ذلك من شغل بالمعاصي والشرور والسيئات ومتابعة الهوى والإكباب على كل ما يضره وشغل بهذا عما ينفعه في الدنيا والآخرة.
وأقبح من ذلك وأشد وألعن من كفر بالله وأعرض عن دين الله ورضي بالحظ الأدنى الخاسر من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة وإباحية وغير ذلك. قد صدوا عما خلقوا له، قد أعرضوا عن ذلك، بل قد أنكروه وعرضوه وسبوه. فاحمد الله عز وجل، احمد الله أن جعلك سالما من هؤلاء. لم تكن مع الذين شغلوا بالدنيا عن الآخرة، ولم تكن مع الذين شغلوا بالمعاصي عن العلم النافع، ولم تكن مع الكفرة المالقين الذين طبع على قلوبهم حتى رضوا بكفر والضلالة وخالفوا الحق واستهانوا به وذموا أهله وعادوا أهله ونفروا منهم ونفروا عنهم. احمد الله على سلامته من هذه الأشياء، فيا لها من نعمة عظمى، ويا لها من منحة جسيمة من ربك عز وجل. أمن عليك وهداك ويسر لك طلب العلم النافع الشرعي، تسمع كل يوم قال الله قال رسوله، تسمع من أساتذتك من المدرسين، وتقرأ في دروسك من كلام ربك ومن كلام رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ومن كلام العلم والإيمان، طورا في الحديث، طورا في الفقه، تارة في القواعد العربية وما يلتحق بها من بلاغة وأدب وغير ذلك، وطورا في التاريخ والسيرة، وطورا في غير ذلك من العلوم النافعة. هذه جنات معجلة، هذه جنات معجلة يا إخواني، جنات ونعيم معجل لمن عقل. إذا كان هناك جنات في الدنيا فهذه هي الجنات، هذه الجنات هو العرض بين روضات العلم النافع والفنون النافعة. وفوق ذلك إذا أصلح الله قلبه، إذا أصلح الله قلبه ورزق الإخلاص، فهو في جنة في الداخل وجنة في الظاهر. قلبه في جنة لإخلاصه لله وشعوره بعظمة الله وإيمانه بالله وخضوعه لله وتلذذه بمناجاة ربه وطاعته سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك بجسمه في فصول الدراسة وبين زملائه وبين يدي أبائه الأساتذة في جنات أيضا، في جنات في نعيم بين فنون الأشجار وأنواع الأشجار وفنون الثمار، يأخذ من هذا وهذا أنواع الثمار العظيمة، ليست ثمار الرمان والعنب والتمر وشبه ذلك من ثمرات الدنيا، ولكنها ثمار العلم، ثمار العلم النافع، ثمار العلم الذي أنت مأمور به وأنت في أشد الحاجة إليه، حتى تعرف ربك بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته، حتى تعرف دينه الذي أنت مخلوق له. أنت مخلوق لدين الله، أنت مخلوق لتعبد ربك، أنت مخلوق لتطيعه سبحانه، أنت مخلوق لتسير إليه في الطريق الذي رسم جل وعلا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأنت مخلوق لتستقيم على الصراط، لتعبد ربك بما شرع، وتسير على الصراط الذي رسمه لك ربك على يد نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وليس هناك سبيل إلى هذا الصراط، وليس هناك سبيل إلى أن تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها إلا بالعلم النافع. إن تعلمت ما قال الله ورسوله وأخذته عن أهله وكنت بين الطالبين له والراغبين فيه، عرفت هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وعرفت الصراط المستقيم الذي سار عليه الأنبياء قبلنا، وسار عليه الصالحون قبلنا، وسار عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذا. للعلم النافع الشرعي تعرف هذه الأمور. فاحمد الله أيها الإخوة، احمدوا الله أيها الأبناء على هذه النعمة العظيمة، واسألوا ربكم المزيد، اسألوه المزيد عز وجل، واسألوه التوفيق سبحانه وتعالى، واصلوا الجهود واصبروا وصابروا حتى تدركوا منى بإذن الله عز وجل. ثم أيها الأبناء الكرام، إن تعلموا أن الدنيا بأسرها هي أشد الحاجة إليكم وأمثالكم. الدنيا الآن مملوءة بالجهال والكفار، الدنيا في طولها وعرضها مملوءة بالجهال والكفار ودعاة النار. فأهل الدنيا في جميع أقطارها في أشد الحاجة إلى المنقذين، إلى الدعاة المرشدين،
الذي يخرجونهم من الظلمات إلى النور، يخرجون بأيديهم إلى شاطئ السلام. فهو في أشد الضرورة إليكم أيها الأبناء، في أشد الضرورة إليكم وإلى أمثالكم من طلاب العلم النافع، من طلاب العلم الشرعي. فاتقوا الله في ذلك، اتقوا الله وجددوا النية الصالحة والعزم الصادق على أن تكونوا إن شاء الله قادة للخير ودعاة للهدى وأئمة للمؤمنين في الأخذ بأيديهم وأيدي غيرهم من العالم إلى طريق النجاة وإلى سبيل السعادة. وإياكم والهوينة، وإياكم والكسل، وإياكم والميل إلى الدنيا، وإياكم والتفاقه عن العلم النافع، فإن هذه الأمور هي سبب الضياع والانحطاط والحرمان من العلم. ولكن شمروا، شمروا عن سائد الجد، شمروا إلى طلب العلم النافع، واصلوا الليل والنهار، واصلوا الليل والنهار في المعهد وفي البيت وفي الطريق وفي المسجد وعند لقاء الإخوان وعند لقاء الأساتذة وفي كل مكان. كل واحد يكون حريص على العلم مع زميله ومع أستاذه في أي مكان ومع كتبه في بيته وفي أي مكان. وإذا حضرتم الدروس فحضروها بقلوب، احضروها بقلوب واعية، قلوب راغبة في الحق، قلوب تريد الفائدة، تريد العلم، تريد البصيرة، تريد الهدى. المسلمون في كل مكان يتطلعون إليكم وإلى أمثالكم ويعلقون عليكم الآمال العظيمة بعد الله في الأخذ بأيديهم إلى شاطئ السلام، في توجيههم إلى الخير، في إرشادهم إلى أسباب النجاة، في شرح المبادئ والمذاهب الهدامة لهم حتى يحذروها وحتى يبتعدوا عنها، في فضح الطرق التي يسلكها أعداء الله من يهود ونصارى وملاحدة. فطلاب العلم النافع عليهم مسؤولية عظيمة وعليهم واجب عظيم، هم مسؤولون أمام هذه التيارات الجارفة من الباطل والشر والإلحاد. أهل العلم من طالب وأستاذ عليه مسؤولية عظيمة وعليه واجب عظيم لإنقاذ الأمة مما أصابها من البلاء ومما نزل بها من البلاء من شيوعية واشتراكية وقومية وإباحية ويهودية ونصرانية وغير ذلك من أنواع الضلالات وأنواع الشرور. هم هؤلاء الناس الذين هم أعداء الله وأعداؤكم، عندهم نشاط مستمر وعندهم تركيز وعندهم عناية وعندهم تكاتف وعندهم بذل أموال وعندهم ضحيات، كلها في سبيل الباطل، كلها في سبيل الباطل، كلها يخرج الناس من النور إلى الظلمات، يخرج الناس من طريق السعادة إلى طريق الشقاء، يخرج الناس من طريق الهدى إلى طريق الضلال، يخرج الناس من طريق الجنة إلى طريق النار، يصدوهم عن الهدى، يسيروا بهم إلى الجحيم إلى الهاوية. ومع هذا عندهم هذا النشاط العظيم والتكاتف والبذل والتضحية والسر والجهر في كل شيء، عندهم عناية سرية وجهرية وتكاتف وتضحية وغير ذلك، ولعل كثير منكم يعرف ذلك. ولا ريب أن هذا يجب علينا أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نضحي أكثر مما عملوا، أكثر مما عملوا. إذا كانوا يعملون بهذا العمل وهم في طريق النار وهم على الباطل، فنحن أولى بخير مما عملوا وأكثر مما عملوا وأشد في طريق الحق وسبيل الحق. نحن أولى بهذه الجهود وأولى بهذا النشاط وأولى بهذا التكاتف وأولى بهذه التضحيات، أولى وأولى وأولى، لأننا في سبيل الحق وهم في سبيل الباطل. أيها الأبناء الكرام، إن طلب العلم النافع يحتاج منا إلى جهود، يحتاج منا إلى تضحية، يحتاج منا إلى صبر، والمسؤولية عظيمة أمامكم والواجب عظيم، ونحن معكم، ليس لهذا خاصا بكم، لكن أمامكم أمر عظيم، أمامكم ميدان واسع ومجال، والأمة تنتظركم، ونحن معكم، وقد فعلنا بعض الشيء، ونحن على الطريق نحن وإياكم، فالواجب جد، وواجب النشاط، وواجب مصادر الجهود. والواجب مشترك على الكهول والشباب والشيم وعلى كل إنسان عنده عقل وعنده شيء
من معرفة عليه بقدر قدرته وطاقته. فالواجب مشترك على الجميع لا يخصكم به، ولكن عليكم واجبا عظيما ومسؤولية عظيمة أمامكم، فحققوا أمل الأمة فيكم وأعدوا لها وشمروا واجتهدوا لعلكم تؤدون الواجب ولعلكم تقلبون الأمة من شاطئ الهلاك إلى شاطئ السلامة، من الظلمات إلى النور، من أيدي الشياطين إلى النجاة والسعادة. وهذا يحتاج منكم إلى أمور أوصيكم بها وأحثكم عليها. الأول النشاط المتواصل والجد المتواصل والحذر من الكسل والتفاؤل عن طلب العلم. أوصيكم بالنشاط المتواصل والجد المتواصل في كل وقت وفي كل مكان. أوصيكم بالحزم. الأمر الثاني أوصيكم أيضا بالابتعاد عن مشابهة النساء، بالابتعاد عن الرفاهة الزائدة وتنعم الزائد. أوصيكم بالحزم والقوة والنشاط والرجولة الكاملة والحذر من الميوعة ومشابهة النساء في كل شيء، في ملابس وفي مشي ومشي وفي كلام وفي كل شيء. كونوا رجالا بمعنى الصحيح، رجالا مجتهدين، رجالا أقوياء عندهم القوة والحزم والخشونة والنشاط والصبر ما عندهم حتى يدركوا لنا بإذن الله عز وجل. وإياكم وكل ما ينتقد، إياكم وكل ما ينتقد على طالب العلم في أخلاقه وصفاته الظاهرة، إياكم وذاك، إياكم والأخلاق المنتقدة والصفات المنتقدة التي تضعف الثقة بكم وتسيء الظن بكم وتجعلكم موضع الحديث بين الناس. عليكم بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة والنشاط المستمر وجد في طلب العلم والمسارعة إلى كل خير والابتعاد عن كل خلق مشين في الظاهر والباطن. أمر ثالث أوصيكم بالنية الصالحة. النية الصالحة أساس لكل خير. أوصيكم بالنية الصالحة أن تقصدوا بهذا العلم وبهذا الطلب وجه الله عز وجل، تقصدوا بهذا العلم أن تنقذوا أنفسكم من الجهالة وأن ترشدوا غيركم من أبناء جنسكم. عليكم بالنية الصالحة. إياكم وقصد الدنيا والوظائف والحظ العاجل كما هو الواقع من بعض الناس ومن الكثير من الناس. لا، عليكم بالهمة العالية والنية الصالحة وقصد الشريف. علموا بهذا العمل وبهذا الجد وبهذا النشاط، اقصدوا به وجه ربكم، اقصدوا به الله والدار الآخرة، اقصدوا أن تنقذوا أنفسكم من الجهالة وأن تنقذوا إخوانكم في الدنيا من الجهالة والضلالة. لا تكون همة ضعيفة، عليكم بالنية العظيمة والقصد الصالح والعزم الصادق والهمة العالية، تقصدون بطلبكم وجهادكم وجه الله عز وجل، وأن تنقذوا أنفسكم من الجهالة، وأن تعرفوا حق الله عليكم وتعملوا به، وأن تعرفوا ما نهى الله عنه فتتركوه وتبتعدوا عنه، وتقصدوا مع ذلك أن تنقذوا الناس وأن تعلموا الناس وأن ترشدوا الناس من أبناء أوطانكم وغيرهم حتى تكونوا دعاة وهداة للحق ومنقذين للبشرية مما هي من الباطل. هذا هو الطريق الصحيح. أما أن تقصد بهذا الطلب الوظيفة لأن تكون أستاذا تأخذ معاش راتبا، أو لأن تكون مديرا أو كاتبا أو كذا أو كذا، فهذا قصد سيء، وهذه همة الدنيا لا تليق بطالب العلم. فالدنيا حاصلة لك ولغيرك إذا أخذت بأسبابها حصلت، ولكن الأمر العظيم أن تكون في مقام الأنبياء. هذا الأمر العظيم أن تكون في مقام الأنبياء داعيا إلى الله، مرشدا إلى الله، تخرج الناس من الظلمات إلى النور، تعرفهم حق الله، تبين لهم حدود الله، تحذرهم من محارم الله، توقفهم عند حدود الله. هذا المقام العظيم، مقام الأنبياء، وهم خير الناس وأفضل الناس الأنبياء، وأفضل الناس بعد الأنبياء من سار على طريق الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء من سار على طريق الأنبياء في الجد والعمل الصالح وإخلاص لله وطلب العلم النافع والعمل به. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره في سند جيد
عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة لا حول ولا قوة. يعني ريح. هذا الحديث وهو أبو داود السنن بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة ريحها. هذا وعيد عظيم. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يواجه به السفهاء أو يصل به وجوه الناس إليه فالنار النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كانت عنده نية منحرفة فليس ربه إصلاحها ولا يبعث عن العلم ليطلب وليجتهد وليس ربه إصلاح نيته. قال بعض السلف وأظنه سفيان: إما الثوري وإما ابن عيينة طلب العلم للدنيا أو قال طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العبد إذا سعى طريق واجتهد يسر الله أمره وأعانه على الإخلاص. فإذا وجد العبد لنفسه شيئا من الميول إلى الدنيا في طلب العلم فليجتهد في إصلاح نيته وجهاد نفسه حتى تستقيم النية لله وحده سبحانه وتعالى. ولا يضعف عن العلم لا يضعف ولكن يجتهد في إصلاح النية ويأخذ نفسه وجهادها حتى تستقيم على النية الصالحة. الأمر الرابع الإقبال على الدروس والعناية بالدروس كلها. لا ترضوا بالأدنى، لا ترضى بالنمرة الدنيا، لا، لك بالهمة العالية احرص على أن تكون حائزا على النمرة العالية. هكذا يكون طالب العلم الحريص يبذل الوسعة ويجتهد لحصول الدرجة العليا والوصف الأعلى مهما أمكن ومهما استطاع. هذا الأمر الرابع مهم. كثير من الناس لا يبالي إذا أدرك النجاح ولو من نمرة الدنيا فلا بأس عليه ولا يضره ذلك ولا يبالي. هذا من ضعف الهمة، من ضعف الهمة وقلة النشاط. لا، لا ترضى بهذا، عليك بالهمة العالية والجد والنشاط والمواصلة في كل وقت بغير أن تلك نفسك. لا، اربع بنفسك، اربع بنفسك وارفق بها، ولكن جاهد حسب الطاقة وحسب الإمكان من دون إظهار بنفسك. فالنفس هي المطية، النفس مطية لا بد من مراعاتها، فالمنبت لا أرضا وضع ولا ظهر أبقى، فلا بد من رعاية النفس ولا بد من إعطائها بعض حقها حتى تقوى وحتى تسير. ولكن المراد من هذا من هذه الوصية المراد حفظ الوقت والنشاط المقدور عليه والجهاد المقدور عليه متواصل حتى تدرك بإذن الله الحظ الأعلى والدرجة العليا. ووصيكم أيضا بأمر خامس، وهو أن تكون العناية بالعلوم الدينية والمواد الدينية كالحديث والعقيدة والفقه ومصطلح الحديث وأصول الفقه تكون لها العناية خاصة، العناية الكبرى مع جبه الجميع والحساء جميع المواد كلها كما تقدم، لكن يكون للعلوم الدينية العناية الكبرى لأن بها تمتاز على غيرك، بها تستطيع التوجيه لغيرك، بها تعرف حكم الله عز وجل على وجه الأكمل. فخص علوم الدين بمزيد العناية، خص علوم الدين بمزيد العناية، وأعلاها وأعظمها علم العقيدة التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. هذا قسم عليك بآياته، اعتني به كثيرا وادرسه كثيرا، وإياك والتساهل بهذا الأمر. كثير من الناس تساهلوا بهذا الأمر فصاروا قضاة ومدرسين وهم لا يعرفون العقيدة السلفية، لا يعرفون العقيدة الصحيحة. تساهلوا في الأصل بعلم العقيدة وتهاونوا بإعطائه حقه والدراسة والتمحيص وإزالة الشبه فصاروا دكاترة وهم صفر في العقيدة. فدكاترة لا مجرد مدرسين، دكاترة أخذوا الشهادة العالية والماجستير والدكتوراه وهم صفر في العقيدة، صفر، ما يعرفون شيء في العقيدة، على عقيدة الجاهلية من عبادة القبور والتعلق على الأموات لأنهم ما درسوا العقيدة كما ينبغي ولا درسها لهم أساتذتهم الذين أخذوا عنه، فخرجوا صفرا في هذا الباب.
فإذا حرم طالب العلم من العقيدة فأي شيء بعده؟ أي شيء عنده بعد ذلك؟ خصوا العقيدة بعناية، خصوها بمزيد عناية مع الأساتذة وفي المتون التي بأيديكم، خصوها بمزيد عناية ومتابعة ومذاكرة وسؤال واستكشاف عن الشبه وعن ردها حتى تمتازوا بذلك وحتى تخرجوا إن شاء الله وأنتم في غاية من البصيرة بالعقيدة السلفية، العقيدة في باب توحيد العبادة وفي باب أسماء الله وصفاته. أما توحيد الربوبية فجاهية تعرفه، ولكن لا بد أيضا من دراسته حتى نعرفه على بصيرة. كثير من الناس ما عرف حتى توحيد الجاهلية، كثير من الناس وهم مدرسون ما عرفوا حتى توحيد الجاهلية، حتى توحيد بجهل ما عرف. فعليكم أيها الأبناء الكرام، عليكم بالعناية بالدروس الدينية، وعليكم بالعقيدة خاصة بمزيد عناية في البيت والمسجد والطريق ومع الأستاذ ومع الزملاء، حتى تعرفوا ما هناك من شبه وحتى تعرفوا الرد عليها وكشفها. عصر الإلحاد والإباحية، عصر الشيوعية والاشتراكية، عصر الملاحدة المشبهين الضالين، عصر أتباع اليمين ومارس. أنتم في أشد الحاجة إلى أن تعرفوا هذه العقيدة الصحيحة وما يلبس به أعداء الله وكيف تردون عليهم وكيف تسلمون من شبههم وشرهم. هذا المقام مقام عظيم، فأوصيكم أيها الأبناء والعزة بالعناية بالدروس مطلقا وبالدروس الدينية خاصة وبالعقيدة بالأخص. أوصيكم بأن تعنوا بها أعظم عناية، وأوصي إخواني الأساتذة بأن يعنوا بها أعظم عناية، وأوصي إخواني الأساتذة أن يعنوا بها بالدروس الدينية وبالعقيدة، وأوصيهم جزاهم الله خيرا بأن يعنوا بها غاية العناية ويعطوها حقها من العناية معكم حتى تتخرجوا إن شاء الله من بين أيديهم وقد درستموها وهضمتموها هضما كاملا. وأمانكم بإذن الله كليات أيضا فيها خير كثير، ولكن أرجو ألا تخرجوا من هذا المعهد إلا وقد حصلتم خيرا كثير والدراسة الوافية عن العقيدة والعلوم الدينية والعلوم الأخرى العربية وملحقاتها. أمر وراء ذلك سادس يجب أن يكون على بالنا وهو العمل. العمل هذه كلها وسيلة، والمقصود العمل أيها الأبناء. فأوصيكم بالعمل، أوصيكم بالعمل بالعلم، كونوا مهتمين بالعمل أعظم من اهتمامكم بالعلم. كلما عرفتم شيئا من الحق فبادروا إليه، هارعوا إليه، كونوا طلبة علم عاملين لا طلبة علم مفاخرين أو تقصدون أمر الآخر من أبي الدنيا، لا، ولكن كونوا طلبة علم عاملين موجهين مرشدين ولو أنكم في حال الطلب. اعملوا وعلموا ووجهوا، لا تحقروا أنفسكم عن التعليم والتوجيه والإرشاد، لأن هذا من الحق الذي عليك وهو من العمل. فكما تعلمت فعلم وأرشد ولو أنك في الابتدائي. إذا أردت خيرا فعلمه الناس واعمل به، اعمل به أولا وعلمه الناس. اسمعوا الله يقول جل وعلا ينكر على قوم من بني إسرائيل، يقول سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يدلنا على أن الإنسان إذا عرف الحق ودعا الناس إليه ولم يعمل به فهذا خلاف العقل، خلاف العقل، ليس صاحبه عاقلا. فأوصيكم أيها الأبناء بأن تهتموا بالعمل وأن تجتهدوا في العمل، كلما عرفتم شيئا فبادروا العمل به والله يزيدكم به هدى. فالعمل بالعلم من أعظم الأسباب في المزيد من العلم وفي توفيق الله للعبد وفي هدايته له جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. فإذا اهتدى العبد واستقام على أمر الله زاده الله هدى وتقوى. قال بعض السلف من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فيا إخواني العمل أمره عظيم وهو المقصود في هذه الدنيا وهو وسيلة للجنات، فإذا تعلمتم وعملتم فهذا هو المقصود في الدنيا وهو سبب السعادة في الآخرة. فالعلم والعمل هما طريق النجاة، هما سبب السعادة، هما طريق منعم عليهم. قال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أجمع علماء التفسير أن المنعم عليهم هم الذين عرفوا الحق وعملوا، هؤلاء هم المنعم عليهم الذين عرفوا الحق وتبصروا وعملوا بالحق، هؤلاء هم المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم، كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول
فأولئك ما علمنا الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فوصفوا أيها الأبناء بالعمل، أولا بالإخلاص لله، هذا رأس العمل في كل أعمالهم، صلاتكم، صومكم، جهادكم، علمكم، أمركم بالمعروف، نهيكم عن المنكر، تعليمكم الناس، ووصفكم بالإخلاص لله. هذا هو ما شهادة أن لا إله إلا الله، أن يكون في أموره كلها مخلصا لله، عبدا له وحده سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا. ووصفكم بالاخلاص لله في كل اعماله كلها. ثم بعد ذلك الجد في الاعمال الاخرى واعظمها الصلاه. اعظم شيء بعد التوحيد الصلاه. فوصيكم بالصلاه وان تكون مثالا عاليا في الصلاه، يقتدى بكم ويتاسى بكم اذا ظهر اثر العمل عليكم، اذا ظهر اثر العلم عليكم بالعمل تاسى بكم الناس واحسن بكم الظن. فوصيكم بالعمل، ومن العمل العناية بالصلاة والحرص عليها والمحافظة عليها في الجماعة والمشاورة إليها حين تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وحث الناس على ذلك وترغيبهم في ذلك. وهكذا ما بعد ذلك من أعمال، من الزكاة لما عنده مال، شهر رمضان إذا حضر والمحافظة عليه، حج الفريضة إذا حضر، بر الوالدين، صلاة الرحم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا مما أمر الله به ورسوله. فأوصيكم أيها الأبناء بالعمل، أوصيكم بالجد والعلم والعمل، أوصيكم بالعناية بالدروس والإقبال عليها، أوصيكم بالمثابرة التامة والعناية التامة والتشميل الدائم المتواصل وحفظ الأوقات. فالأوقات عزيزة، فاحفظوها واعمروها بالعلم والمناظرة والتعاون وسؤال الأساتذة عما يشكل، عن إخلاص وعن يد صالح، لا عن تعنت ولا عن إظهار للفهم ومفاخرة بالفهم، لا، ولكن عليكم بالنية الصالحة في سؤالكم وفي مذاكراتكم، كونوا على نية صالحة، القصد الفائدة لا المفاخرة ولا يظهر جودة الفهم، ولكن كل واحد يقصد من مذاكرته ومن سؤاله لأخيه أو لأستاذه أو لغير ذلك، يقصد من ذلك، يقصد من العلم، يقصد مزيد من العلم، لا ليقول الناس إنه جيد أو يفهم، لا، ولكن يقصد العلم، يقصد الفائدة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يهدهم صراطه المستقيم، وأن يصلح حال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، ويجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه جواد كريم. وإن أردت عليكم بعض الإطالة فأرجو مسامحة، وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.